نتابع خبر معانا. دعامات الأوعية الدموية أعظم إنجاز في مجال الطب. بيقول الأكاديمي ياري بيلينكوف أخصائي طب وجراحة القلب إن الدعامات من أعظم إنجازات القرن العشرين في مجال الطب، علشان قدرت تسهل بإجراءات عمليات داخل الأوعية الدموية من غير الحاجة لفتح جسم المريض، والنوع ده من العمليات بيسمح للمريض إنه يرجع لحياته الطبيعية بعد كام يوم بس من إجراء العملية. وعلشان نعرف أكتر عن الخبر معانا هاتفيا دكتور محمد شريف استشاري القلب والأوعية الدموية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بسعادتك فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور، مشرفنا. عاوزين في البدايه نتكلم مع حضرتك وتكلمنا اكتر عن دعامات الاوعيه الدمويه، وليه هي تقريبا دلوقتي اعظم انجاز في مجال الطب. هي دعامات الاوعيه الدمويه يعني من اكبر الانجازات في القرن العشرين وفي الواحد وعشرين، لان هي بدات اكتشافها في سنه 1972. كان في البدايه مرضى امراض القلب دايما بيتعالجوا علاج طبي فقط. دلوقتي سمحت لنا القسطره والدعامات بان احنا نصلح مشاكل الشرايين التاجيه او القصور، وبرده جلطات القلب، بان المريض يتعافى من الازمات القلبيه ويقدر يرجع شغله ويمارس حياته الطبيعيه في وقت قصير جدا. في نفس الوقت القسطره بتتعمل كاجراء تداخلي ببنج موضعي، تمام، فبنتجنب المشاكل الكبرى للبنج الكلي لجراحات القلب المفتوح، وبتساعد المريض يرجع حياته الطبيعيه في وقت قصير جدا ويتعافى من الاصابات الازمات القلبيه اللي هي للاسف منتشره جدا في العالم، وبالذات في مصر احنا من اكبر دول العالم اللي فيها اصابات بمرضى القلب للاسف. صحيح. طيب ازاي يا دكتور التقنيه دي بتتم من غير يعني ما يحصل فتح في الجسم او من غير اجراء جراحي؟ هي بتتم ببنج موضعي عن طريق يا الشريان الفخذي، او حاليا بتتعمل من شريان اليد اللي هو الراديال ارتري، بتتعمل ببنج موضعي عن طريق احنا يعني بنركب شيس او ابره بسيطه جدا زي الكانيولا اللي بنعلق بيها المحاليل كده في اليد بس بحجم اكبر شويه، وبنستخدم القسطره اللي هي عباره عن انبوبه مطاطيه بسيطه جدا بندخل عن طريقها من خلال الشيش او الابره اللي في القدم او اليد، يعني نوصل بيها لشرايين القلب ونحقن الصبغه نصور الشرايين. تمام. بعد ما بنكتشف دي بقى في تصوير الشرايين بنقدر ندخل بالسلك المرشد او البالونه نوسع او نركب دعامه حسب حاله كل مريض. تمام. دكتور بشكر حضرتك جدا على المداخله وعلى توضيح الخبر معانا، شرفتنا بمداخله حضرتك. ناخد خامس خبر معانا لمرضى الضغط المرتفع، خمس فواكه صيفيه مفيده لصحتك. يحتاج مرضى الضغط المرتفع لتغيير اسلوب الحياه وتناول اطعمه تساعد على ضبطه، ويبتعدوا عن الاطعمه المملحه وكمان الدسمه علشان يتجنبوا الاصابه بمضاعفات صحيه. وتناول اطعمه تساعد على ضبط ضغط الدم زي المانجا وزي البطيخ وكمان الموز والفراوله والكيوي. الخبر رقم 6 معانا النهارده، هل يتمتع النباتيون بصحه اكثر؟ في اسباب كتير ممكن تخلي الشخص يتحول للنظام الغذائي النباتي، منها اعتقادهم بان النباتيين بيعيشوا بشكل اكتر وبصحه احسن، يعني افضل بكتير. وضحت اخصائيه التغذيه الالمانيه انه بالفعل في دراسات بتقول ان النباتيون بيعيشوا بصحه افضل، ومع ذلك ما ينفعش التنازل دايما عن اللحوم. النباتيون غالبا يعني بيعتنوا بنفسهم اكتر وبجسمهم اكتر، وده معناه ان هم غالبا بيتبعوا نظام غذائي اكتر، اكتر وعي واكتر توازن بشكل اكبر بكتير من الناس اللي بتاكل اللحوم. وكمان بيمارسوا الرياضه بانتظام دايما، يعني ما بينقطعوش ابدا عن ممارسه الرياضه. وعشان نوضح الخبر اكتر معانا مداخله من دكتور هبه عصام الدين دكتوره الترزيه العلاجيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتور هبه. عايزين نعرف من حضرتك ايه الضرر اللي ممكن يصيب الشخص لو مش بياكل اي لحوم خالص، يعني الشخص تحول لشخص نباتي منع اللحوم نهائي، هل هنا في ضرر بيصيبه؟ للاسف هو في ضرر هيصيبه لو منع اللحوم نهائيا، لان طبعا النظام النباتي انا معاه بنسبه جاي، يعني هو جيد، ولكن هو يفتقر الى حاجات مهمه جدا. يعني انا اؤيد ان الانسان ياكل خضار وياكل فاكهه كتير، لان فعلا ده شيء مفيد جدا وبيقوي مناعته وبيقوي حالته الجسديه ويقوي وظائف الاعضاء الجسم المختلفه، ولكن النظام الغذائي النباتي بيفتقر في البروتينات الكامله الاحماض الامينيه. يعني احنا محتاجين حاجه اسمها كل يوم بروتين عشان في كل الاحماض الامينيه متوفره اكتر في البروتين الحيواني،
يعني بروتين حيواني فيه طبعا يعني كل حاجه بناكلها مثلا الاسماك او اللحوم او الفراخ بيبقى فيها كل الاحماض الامينيه الجسم محتاجها في نفس الوجبه، ولكن البروتين النباتي بيكون فقير في بعض الاحماض الامينيه. مثلا لو ايه العدس مثلا غير الفول ده في بعض الاحماض الامينيه وده في احماض امينيه اخرى، عشان كده يفضل ان احنا ناخد اللي طبعا يعني لو حد هيبقى نباتي هياخد مكملات غذائيه عشان يعوض طبعا فيتامين بي 12 تحديدا، يعني في فيتامين بي 12 ده موجود اكتر في اللحوم، فطبعا بيبقى في النظام الغذائي النباتي مفتقر جدا. ولكن طبعا هو النظام الغذائي النباتي برضه مفيد، يعني او احنا ممكن نكون نباتيين بنسبه كبيره، يعني مش نباتيين مطلقا، ولكن ناكل خضار كتير، ناكل فاكهه كتير، لان طبعا ده بيقلل جدا من اضرار البروتينات الكتير. احنا في النظام الغذائي الغربي اللي هو الويسترن دايت دايما دلوقتي احنا حتى في مصر بنميل للوجبات السريعه وللاكل المقليات والبرجر والفراخ المقليه والحاجات كلها، طبعا كل دي مشاكل على القلب، مشاكل على الكوليسترول بتعمل ممكن يعني سنه طبعا زي ما احنا عارفين. فطبعا النباتيين بيبقى دايما حتى حجمهم او وزنهم اقل، لان النباتي او النظام الغذائي النباتي بيكون قليل السعرات الحراريه. عشان كده بتلاقي الناس مثلا اللي اتحولت فجاه لفيجيتيريان دي تقول لك اه ده صحي وصحته اتحسنت ووزنهم قل، ولكن هم برضو ايه صحتهم اتحسنت كمان بالجانب الاول لان هم امتنعوا عن الوجبات السريعه والاكل الدسم. فاحنا دلوقتي احنا لو مش عايزين نبقى نباتيين احنا ممكن ناخد منهم الجانب الكويس، بس ان احنا ناخد الخضار والكثير في نظامنا الغذائي. طب احنا معظم الناس المصريين ما بيحبوش شكل الخضار، حتى الاطفال خد الخضار، اهم حاجه عندنا اللحوم دي تكون موجوده في اي وجبه حتى في العشاء كمان، يعني المفروض ان العشاء يكون حاجات خفيفه، ولكن في ناس يعني لازم الروتين بتاعها يكون كمان في العشاء في لحوم. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، نورتينا وشرفتينا بالمداخله وتوضيح الخبر. خلصت اول فقره معانا، فقره الاخبار، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع النهارده.